يا رجلي. مالها؟ انجلطت؟ شوف. الحمد لله جت سليمة. قلبك عليا. قوي. قوي قوي. طيب. طب نفضي. أي أي إيه ده الجامدة؟ عبد الكريم. أنت متضايق مني؟ لا أبدا. داني خايف لك تكوني أنت. أبدا. أنا بفرح لما بشوفك. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ يعني ما جاش؟ زمانه جاي يابا. اهدي جهزتي الشربات وكل حاجة. امال ايه؟ ربنا يفرح قلبك يا بنتي. اهدي يابا. ارجعي يا فاطمه راح تفتحي له انتي. وماله يابا وماله؟ يا سلام عليكم يا بنات. فاطمه ابوك موجود؟ ايوه موجود جوا. يخرب بطنك البنت مهلبيه قوي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا شباب. ازيك يا سالم؟ الله يحفظك. تعال يا كامل. اهلا وسهلا. تفضلوا. قهوه يا فاطمه. بلاش قهوه. لا ودي تيجي بالعجل يا فاطمه. ما الشربات جاهزه اهو. شربات؟ يكونش قلبك حاسس ومحضره. انا مش فاهم حاجه. بقى انت عارفني لا احب ليت ولا اعجل. صلي بينا على النبي. اللهم صل عليه. وكمان زيد النبي صالح. عليه الصلاه والسلام. ايه رايك في كامل ابن اخوي؟ كامل اسمه كامل وهو كامل. الله يحفظك. ايه يبقى فرغ الشربات بقى. انا مش فاهم حاجه. ما تصلي بينا على النبي امال. اللهم صل عليه. يعني الجدع للبيت والبيت للجدع. ايدك نقرا الفاتحه. ايوه بس يا شيخ مرزوق. ايه ما تخافش كامل بقى عال دلوقتي وانا اللي هدفع المهر. مش قصدي بس طول بالك عليا حبتين. ايه بقى انا شيخ البلد كليتها واجي لك تقول لي كده؟ هو انا اللي راح اتجوز. اصبر عليا كم يوم وانا ارد عليه. ولا كم يوم ولا كم دقيقه. ها الله ما تجيش كيدي. اقعد. لا تيجي قوم بينا يا كان. الله القهوه ما يصحش. والله ما انا شاربها الا لما ترد عليا انك موافق. فاهم ولا لا؟ وقتها نشرب القهوه والشربات كمان. سلام عليكم. يلا بينا يا كامل. مالك مستلوح كده ومثبت في حالك؟ تعالى كده يوم. والله خرجتي من عندك ما هي رايحه بلاش. سالم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.